وتوحشتها من قلبي، بغيت نشوفها يا ما ساكنة في دقني، بسميتها السلم في صدري كتبتها عليها نقطع الحمية. C'est musique édition. Je vous présente mes deux frères, Oumar Bachir, l'organisme. سميتها سليمة في صدري كتبتها ويا ما عليها نقطع لحمية، وحشتها من قلبي بغيت نشوفها ويا ما أنا ساكنة في دمي، سميتها فاطمة في صدري كتبتها ويا ما عليها نقطع لحمية. يا حكيم عطلة ساكنة خويا حيك علي عبد الحفيظ. دريس وخيا حمد عبوي زي ابا ارتكف الوردة عندي في الجنان يا راي، وعدة شد بلنتي كنت عليك الهضرة كحدة تسد عيالها يا راي، وعليت خليتي ارتكف الوردة عندي في الجنان يا راي، وعدة شد بلنتي كنت عليك الهضرة كحدة تسد عيالها يا راي، وعليت خليتي. تحية لك يا مصطفى وصول زازات في الصحراء يا با، وكل قرار يطيب غناش عبد السلام من الساكشة فولا وحضر معايا. وليت عايش محبوس وعلى سبتك يا راي، وليت كيف المجنونة وحالة ظاهرة تغرك تقرر حتى نولي مدهونة، وليت عايش محبوس وعلى سبتك يا راي، وحد السلطان تبارك يتقال حسن واللي مدموع في خاطرك يا خويا رشيد قطيع ولد الحاج، تحية الحرب الآن مبا كنت ترى عليك يا وسط الهضره بالمقلوب. اروح بس السمير خويا من قلبي بغيت نشوفها ويا ما انا ساكنة في دمي،
ام صدري بشمسها ويا ام اهليها نقطع الحبيه كيف الوردة عندي فجية يا أما وعلى شبالتي قلت عليك الهدراك حلا تسل عيالها يا الرأي وعلي تخليتي قلت كيف الوردة عندي فجية يا أما وعلى شبالتي قلت عليك الهدراك حلا تسل عيال يا أما وعلي تخليتي عد السلام الأحمر الله يجيب له يا الخير قسكر أخوي يا ابو عيشة معك اخوي كامل ابو عيشة وليت عايش محبوس وعلى السبت الهارة يا رب كيف المجنون محال زحيرة تبرك تكهر اي حتى نولي مدفون وليت عايش محبوس وعلى السبت الهارة يا رب كيف المجنون محال زحيرة تبرك السلام الجلوني خيبية خليها دريس خليها الصغيرة بقى